الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيها الإخوة الكرام، ونحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن من شهوات وشبهات، إننا والله بأشد الحاجة لأن ننتبه لقلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الفتن تعرض على القلوب مثل الحصير، عود، فتنة خلف فتنة، شهوة شبهة. والقلوب نوعان: قلب يستشربها يقبلها مباشرة ينقط فيه نقطة سوداء، وقلب آخر يرفضها فينقط فيه نقطة بيضاء. هذا قلبي وقلبك، انتبه لقلبي وقلبك. الله عز وجل أقام الحجة علينا، بسط يداه للسائلين، فتح أبوابه للتائبين، ينزل كل ليلة ليسمع دعاء الناس. ربي جل جلاله يفرح بتوباتنا وهو الغني عنا، وإذا رفعنا يدينا إليه يستحي أن يردها صفرا. رحمته سبقت غضبه ورضاه قبل سخطه. ربي جل جلاله أقام الحجة علينا. المشكلة فينا نحن، لماذا نعرض عن الله؟ إن الذي يعرض عن الله سيعيش الكبد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك كله في قلبه. الذي يعرض عن الله عز وجل سيبتعد وسيسحبه الشيطان، والذئب لا يأكل من الغنم إذا القاصي. انتبه لقلبك. قلبك هذا إذا ما تنظفه بالصلوات، بالأذكار، بالاستغفار، باستثمار مواسم الخير، بالصدقة، بالبر، إذا ما تنظف هذا القلب، القلب سيكون كالكوز مجخية، كما قال عليه الصلاة والسلام، أي كالكوب المقلوب، مهما ملأته لا يمكن أن يمتلئ. ثم بعد ذلك تأتي الطامة الكبرى، هذه الآية الخطيرة التي يقول الله عز وجل فيها: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان. صلى الله وسلم على نبينا محمد.